محتار كيف بدي كملكن هالحكاية. هي حكاية حلوة كتير، رح أعملها الشكل التالي: أتكلمها أو أسردها لكم بالعربية أولا، لا 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 لا, لا. بالسويدية أولا، نسردها لكم بالسويدية أولا بحيث تركزون على ما أقول، ثم أرويها لكم بالعربية بعد ذلك، ثم أذكر الكلمات المهمة. هذا يا سيدي كان يا ما كان بأديم الزمان، نحكي ولا ننام نذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Efter att jag åt av den där gammal lagrad ost, av prima ost, så satte hon den där mössen, de där två tittade på mig så där. De var jätteledsna. De såg ledsna ut. Vad är det för någonting? Vad håller de på? Varför tittar de på mig så här? Och plötsligt säger den ena till mig: du, vi vet vem du är. Va? Ni vet vem jag är? Hur vet ni det? Ja, ja, vi vet mer än det du kan ana. Vi vet jättemycket. Genom att vi har tittat genom små hålen på väggarna har vi sett den där hemska häxan talar mycket om dig och talar mycket om ditt folk också. Va? Mitt folk? Ja, 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 du vet. Eftersom vi själva är förtryckta, den där elaka kattemörr, han är så elak mot oss. Han lämnar inte oss i fred. Han förföljer oss. Han äter upp oss. Han dödar oss. Han leker med oss. Den elaka kattemur. Därför vi har medkänsla med dig. Vi har medkänsla med dig, du. Du som kommer från Sham, från Syrien, från Biladi Sham. Ni stackars människor. Va? Hur vet ni att jag kommer från Sham? Jo, vi vet mycket, du. Vi tycker synd om er, ni som kommer från Sham. Ingen bryr sig om er. Och hon häxan, hon vill hämnas från er. Alla häxor och elaka, trollkarlar och trollbackor och de där gilän också. De vill hämnas från er. Va? Hur vet du det? Jag har hört häxan tala om er och tittar i den där kristallkulan hon har. Jag har sett dig till och med i den där kristallkronan. Men berätta, varför hatar hon oss? Varför hatar hon människor som kommer från Sham, från Biladi Sham? Ja, det här är en lång historia. Det här är en lång historia jag kommer berätta till dig om en liten stund. Men jag vill bara förklara att jag tycker synd om er, ni som kommer från Syrien. Och jag vill hjälpa er. Det finns många stackars människor, stackars varelser i hela världen som vill hjälpa er. Men de där elaka häxorna och häxklubben, det är de som vill att ni ska lida mer och mer. العربي. يا سيدي هذا بعد ما أكلنا وشبعنا من هاي الجبنة الظريفة هاي الفاخرة، جبنة معتقة 33 شهر من النوع الفاخر، شبعنا لقيتهم عم يطلعوا علي هدلون التنتين الفارتين، طلعت فيهم هيك قلت لك ليش عم تطلعوا فيني؟ قالوا احنا زعلانين عليك، زعلانين عليك كتير وعلى أهلك اللي من بلادك. قلت لهم انتوا شلون بتعرفوا انهم بلدي انا ومن كذا؟
اللي احنا بنعرف كتير، كنا نبصبص ونتلصص نطلع من البخويش تبع الحيطان نشوف هاي الساحرة هي والقط تبعها، هذا القط الحقير اللي عطول لاحقنا ما بيخلينا نتهنى لحظة. لذلك انا حاسين باحساسكم انتوا اللي جايين من الشام ومن سوريا انه انتوا كمان ما تهنيتوا بلحظة بالسنين الاخيرة، وما حدا سائل عنكم مثل ما حدا سائل عنا. ليكو كتمر نازل فينا ليل نهار تقتيل. يا لطيف، لك شو عم تقولي؟ لك ايه انت ما بتعرف هاي الساحرة هي والسحرة والغيلان وكلياتهم في إلهم تار معكم، انتوا اللي جايين من سوريا في إلهم تار معكم، ولذلك حاقدين عليكم وبدو ياكم تتعذبوا وتتضايقوا. في إلهم تار معكم لأنه من زمان صايرة شغلة بحكي لك ياها بعدين، بس أول بدي أقول لك شغلة. أنا بشفق عليكم أنتوا السوريين، وفي كتير مخلوقات بالأرض شفقاني عليكم بدها تساعدكم، بس هدلوني اللقمة اللي قاعدين فوق السحرة هدلوني والغيلان والجمعية تبعهم كليات على بعضها، هدلون ما بدلكم الخير إلكم. الكلمات همد ثأر، ستكش مسكين، مس فئران، كت قطة، هول ثقب، أست جبن، لاغراد معتق، كيولا كيولا معناتها الكرة الزجاجية تبع الساحرة، كيولا يعني كرة، كريستال كريستال، هاطر يكره، ترول كار ساحر، تيكرسند يشفق. هذول الكلمات اللي هلا خطروا ببالي. استنونا حتى نتابع معكم القصة بعدين. مع السلامة.